هي مش فتوانة يعني، بس صح. هي فكرة انه قد ايه كان اب حنين قوي، قد ايه كان فنان عظيم. يعني انا لغاية دلوقتي عايشة بحسه، عايشة باسمه يعني، رانيا فايتشا. وايه ده، انا مركونة على فايتشا. الغريب بقى ان الراجل اللي بالقوة دي زي الاستاذ العظيم طبعا كان بيحب البنات. ابو البنات. يعني مش اللي هو المفروض كان يبقى عندي ولد ويشيل اسمي والجو ده، لا خالص. كان حابب قوي ان هو ابو ده البنات. وانا حامل في فريدة بنتي ما كنتش لسه عارفة ولد ولا بنت. هو يعني كان بابا لسه عايش بس كان عيان. قلت له ها بقى نفسك ايه، ولد ولا بنت؟ قال لي بنت. قلت له انت بتزهقش تاني يعني؟ مش كفايه 5 بنات عندك كمان عايز بنات تاني؟ لا، ما كانش بيعرف يتعامل مع الصبيان فعلا. طيب لما كنتي صغيره في المدرسه كان في نفس سنه من زميلاتك عشان باباكي فريد شوقي؟ انا مره واحده صاحبتي قالت لي، انا ماما قالت لي ما كلمكيش عشان انت باباكي ممثل. ايه ده؟ قلت لها على فكره براحتك انت وماما اصلا. في، وبعد كده بقينا اصحاب. بس هي داخله هي داخله كبرت الانتباه بقى. لا هي عايزه هي الحياه دخلت يعني. لازم تعرفي دلوقتي، انا حتى دايما اقول ايه، ما تبقي ماشيه هتلاقي مثلا بنتعرض لها كلنا، واحد ماشي يقول له راني فيتشا ويقول له يا عم يعني، وانا اعمل لها ايه يعني يا عم يعني. فهو عشان انت تروحي عامله كده فانا ولا هوا ولا كاني في حد. طب ماشي يا سيدي. انا ولا انت تعمل ولا هعمل. بالظبط. فبقول لك النفسانة متوفره بكثره يعني. طب ولسه النفسانة مكمله معانا في الاسئله. قولي لي بقى، وانت صغنطوطه كده وقمر وما شاء الله ورحت عامله افلام حلوه، اخواتك بقى